بسم الله الرحمن الرحيم. جمع المذكر السالم. ما تعريف جمع المذكر السالم؟ قالوا: هو ما دل على أكثر من اثنين. هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة بزيادة واو ونون أو يا ونون حسب الموقع الإعرابي. هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو يا ونون حسب الموقع الإعرابي. كيف يعرب هذا الاسم؟ يرفع بالضمة بالواو يرفع بالواو نيابة عن الضمه وينصب بالياء نيابة عن الفتحه ويجر بالياء نيابة عن الكسره لاحظ معي ان هذا الباب من ابواب الاعراب قد دخل الى الابواب الاعراب بالنيابه من العلامات كلها فهو يعرب يرفع بعلامة فرعية وينصب بعلامة فرعية ويجر بعلامة فرعية. الأمثلة على ذلك يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. إعراب المؤمنون هنا المؤمنون هنا إعرابها إعرابها فاعل مرفوع. علامة رفعه لن أفلح فعل ماض والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لانه جمع مذكر سالم. يقول الله تعالى في آية أخرى: إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات، إعراب المسلمين هنا اسم إن دائما اسم إن يأتي ماذا؟ يأتي منصوب. هنا ما علامة النصب؟ علامة النصب الياء، لأنه جمع مذكر سالم. يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين هنا جاءت مجروره لان هذا حرف جر والمتقين اسم مجرور وعلامه جره الياء لانه من جمع المذكر السالم ممكن تاتي هنا متقون ممكن هنا مسلمون ممكن هنا مؤمنين حسب الموقع الاعرابي اذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابه عن الضمه وينصب ويجر بالياء كما في هذه الامثله. هناك اسماء تلحق بجمع المذكر السالم لم لم يعني لم تاخذ نفس الحكم في جمع المذكر السالم عند الصياغه. لم تأخذ حكمه عند الصياغه فتسمى ملحقات خالفت بعض شروط جمع المذكر السالم لكنها تأخذ حكمه تأخذ حكمه الاعرابي مثل كلمات محدوده مثل عالمون وبنون وسنون وارضون واهلون هذه كلمات تاتي عالمون وعالمين بنون وبنين سنون وسنين أرضون وأرضين أهلون وأهلين حسب موقعها الإعرابي أيضا هناك كلمات عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون هذه نسميها ألفاظ العقود ألفاظ العقود قد تأتي مرة عشرون ومرة عشرين ثلاثون وثلاثين تسعون وتسعين أقول على سبيل المثال أقول على سبيل المثال اشتريت عشرين قلما لاحظ معي عشرين هنا جاءت بالياء لأنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم هؤلاء خمسون حاجا مثلا جاءت مرفوعة يقول الشاعر ما المال والأهلون ما المال والاهلون الا ودائع لاحظ معي كلمه الاهلون هنا اتت بالواو لانها في موط في موضع الرفع في موضع الرفع المال مبتدا مرفوع عن طرفه الضم الظاهر على اخره والواو حرف عطف ولان هذا مبتدا فما يعطف عليه لانه مرفوع فما يعطف عليه لابد ان يكون ايضا مرفوع وهنا علامه الرفع اختلفت اصبحت الواو وليست الضمه لان كلمه اهلون كلمه ملحقه بجمع المذكر السالم